أصحاب السعادة، سيدات والسادة، مرحبا بكم في هذا الحوار عن دفع ريادة الأعمال الإفريقية. اسمي نوزيك هول من CNBC أفريكا في جنوب أفريقيا، ويسعدني سعادة كبيرة ويعطيني الفخر أن أعود إلى شرم الشيخ مرة أخرى. أنتم أصحاب السعادة كنتم جزءا من الحوارات وورش العمل التي صممت من أجل رواد الأعمال من الشباب، والموضوع المشترك من هذه النقاشات كان تحديا بالنسبة لنا الشباب لنفكر بشكل مبتكر وبشكل مستدام عن الكيفية التي يمكننا من خلالها أن ندخل القيم التي قد تساعد طموحاتنا في ريادة الأعمال. أنا سوف أبدأ في الحوار. فخامة الرئيس السيسي، عندما نفكر في أفريقيا 2017 فقد بدأت بالمستقبل أولا، ولهذا لدينا الفرصة لتكون لدينا رواد الأعمال اليوم يقودون هذا الاجتماع. لماذا كان من المهم لك أن تتأكد أن صوت رواد الأعمال الشباب قد سمع في هذا المؤتمر أفريقيا 2017؟ اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا، وسعيد جدا ومقدر جدا وجود معنا فخامة الرئيس الرواندي معنا في هذا. اسمحوا لي أن احنا نحييه مع بعض بتواجده معنا. أنا خليني أتكلم معاكم بشكل مختلف يمكن عن حتى الكلمة اللي هي جاهزة ان انا اتكلم بيها، واقول ان احنا في مصر هنا لدينا رؤية تجاه شبابنا في مصر وشباب القارة الافريقية، وان احنا لسنوات طويلة مضت احنا اغفلنا ان احنا نستدعي هذا الدور وندعمه ونشجعه. وعشان كده كان في مصر لنا تجربة عظيمة جدا استمرت سنة تقريبا، ويمكن كان اخر فعالية تمت اللي هي منتدى الشباب العالمي اللي تم خلال الشهر اللي فات. انا عايز اقول ان احنا تجربتنا في هذا الامر كانت تجربة رائعة جدا. على مدار سنة تقريبا من نوفمبر السنة اللي فاتت احنا كنا بنلتقي في مصر هنا بشباب الشباب المصري، نتحدث ونسمع منهم ويتحدثوا لنا وينتقدونا ونتفاهم معهم، والحقيقة كانت تجربة اكثر من رائعة. وبالتالي احنا قلنا ان التجربة دي مهمة قوي ان احنا كمان نتحدث عنها ونقدمها من خلال المؤتمر العالمي اللي حصل في هنا في شرم الشيخ الشهر اللي فات زي ما انا قلت. وكان فرصة عظيمة وكانت اكتر من رائعة، المشاركة الشبابية من كل دول العالم وطبعا من القارة الافريقية. فخلينا اقول ان احنا لينا، مش احنا بس في مصر، حتى كل تقريبا قادة افريقيا دلوقتي وقادة العالم منتبهين جدا جدا للدور وللأهمية الكبيرة اللي لابد ان احنا نضعها في الاعتبار، ويبقى فيه مساهمة حقيقية ومشاركة حقيقية من شباب مصر والعالم كله في كل دولنا، مساهمة حقيقية، مشاركة حقيقية، تفاهم حقيقي، لان المستقبل ده بتاعهم. المستقبل ده مستقبل الشباب. بالإضافة لكده أن طبعا إحنا عندنا نرى أن الشباب هو الأمل والطموح والنقاء والقدرة، وبالتالي حتى هذا المؤتمر اللي إحنا موجودين فيه هو فرصة، والكلام اللي إحنا اللي سمحوا لي أنا أتحدث بيه بقى معاكم من خلال الكلمة اللي أنا مجهزها. لكن أنا حبيت بس أقول أن إحنا قلبنا مع كل شبابنا، إرادتنا مع كل شبابنا، استعدادنا مع كل شبابنا بلا حدود. السيدات والسادة، أبناء رواد الأعمال، حاضروا مستقبل قارتنا الغالية، أغلى ما نملك من ثروة مصدر الطاقة الذي لا ينضب. أؤكد لكم أنكم قادرون على أن تكونوا المحفز الأساسي للنشاط الاقتصادي، وتساهموا بفاعلية في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تتطلع إليها شعوب هذه القارة. إن الاقتصادات المتقدمة والنامية تهتم على حد سواء بدعم الابتكار ورواد الأعمال والشباب لما لهم من مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي،
حيث نشاهد كيف أن مجموعة من رواد الأعمال الشباب يقومون ببناء وتنمية شركات تصبح في وقت وجيز شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول. وأود هنا أن أؤكد ثقتي في قدرات شبابنا وإمكاناتهم الواعدة، لا سيما في ضوء أن نسبة من هم أقل من 25 عاما في إفريقيا تصل إلى حوالي 60% من إجمالي سكان القارة، كما يتسع حجم السوق الإفريقية ليصل عام 2050 إلى 2.4 مليار نسمة، مما يترتب عليه أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لحشد كافة مواردنا وتحفيز وتنمية ريادة الأعمال في إفريقيا. كما أشدد في هذا السياق على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية على الساحة العالمية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة حتى تستطيع إفريقيا اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة. ومن هذا المنطلق فقد سبق وأن أعلنت خلال فعاليات منتدى شباب العالم في شهر نوفمبر إن أولويتنا هي دعم رواد الأعمال، خاصة من يقدم حلولا جديدة ومبتكرة للتصدي للتحديات التي تواجه القارة في شتى القطاعات كالتعليم والصحة والخدمات الأساسية، والتي يجب تقديمها لجميع فئات المجتمع وبتكلفة اقتصادية وفقا لأعلى معايير الجودة. وفي مصر نواصل بذل أقصى الجهد لدعم ومساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة ومتناهيات الصغر والمتوسطة والمستثمرين الشباب، حيث قمنا بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات أهمها. أولا، تحفيز ريادة الأعمال من خلال التركيز على التعليم والبحث العلمي وتطوير مناهج التعليم لإكساب الطلاب القدرة على الإبداع والابتكار وتطوير الذات لمواكبة التطورات على الساحة العالمية، وكذلك دعم الجامعات ومراكز البحث العلمي لتحويل الأبحاث والدراسات وتطبيقاتها إلى فرص استثمارية. ثانيا، تقديم التمويل وبرامج بناء القدرات لرواد الأعمال والمستثمرين الشباب وخلق بيئة أعمال تمكنهم من بناء شركات سريعة النمو، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تمويل ميسر وبرنامج مصر لريادة الأعمال الذي يقدم الدعم المالي والفني لشركات الناشئة ورواد الأعمال عن طريق المشاركة في المخاطر مع الشباب. وقد تم تأسيس أكبر حاضنة أعمال في إفريقيا من خلال هذه المبادرة. ثالثا، تحسين البيئة التشريعية وتقديم الدعم المؤسسي، حيث نص قانون الاستثمار الجديد لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال. كما تم إصدار تشريعات وقوانين جديدة تتواكب مع التطورات الاقتصادية مثل قانون التراخيص الصناعية وخدمات الدفع الإلكتروني وتعديل قانون الشركات بما يساهم في تقدم وازدهار بيئة الأعمال في مصر. وبالإضافة إلى ما سبق، تم كذلك تأسيس مراكز خدمات رواد الأعمال في كافة محافظات مصر بهدف مساعدة الشركات الناشئة من خلال تقديم خدمات تأسيس الشركات وغيرها من الخدمات الحكومية، فضلا عن تقديم البرامج التدريبية وورش العمل وتقديم الفني وتقديم الدعم الفني والقانوني وتقديم المعلومات حول مصادر التمويل المختلفة وطرق الحصول عليها. شباب أفريقيا الواعد، أنتم مستقبل هذه القارة وميزاتها التنافسية، أنتم مصدر ثروتها الحقيقي وأمنها في غد أفضل. نؤكد على دعمكم ومساندتكم ونعتمد عليكم لتحقيق طموحاتنا جميعا في المستقبل الذي نرجوه لقارتنا الغالية. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تحدثت عن رواد الأعمال من الشباب وفي التنافسية العالمية، لماذا تراهن على رواد الأعمال من الشباب؟ بالنسبة لقارتنا، إذا نظرتم إلى قارتنا، هناك ثروة عظيمة لدينا بالنسبة للموارد الطبيعية.
وهذه الموارد لدينا أيضا رأس مال بشري كبير، ورأس المال البشري هذا يجب أن تكون له النسبة الأكبر لأن لديه الإمكانيات الأكبر. السؤال ليس هو فقط عدد البشر، ولكن علينا أن نعرف القيم بداخلهم وما يمكنهم أن يقوموا به بمجرد أن يمنحوا الفرصة والبيئة التي تمكنهم من إطلاق العنان لهذه الإمكانيات الكامنة فيهم. بعد أن أعطيتكم هذه الخلفية، من حيث أفهم نريد أن نركز على ما يمكننا أن نحققه من خلال ريادة الأعمال من قبل الشباب، ليس فقط بشكل مباشر ولكن من خلال أن نوفر لهم البيئة التي تمكنهم من تحقيق إنجازات والارتفاع إلى أعلى المستويات، ليس فقط لنفيد الأفراد بعينهم ولكن لنحقق مكاسب للبلدان بأكملها. أرى الكثير من بلدان أفريقية تحاول أن تركز على هذا في الوقت الحالي، وقد سمعنا أيضا من فخامة الرئيس السيسي حديثا في الاتجاه المماثل عن الشباب في مصر. في رواندا نحاول أن نقوم بأفضل ما في وسعنا. أريد منك أن تركز على شيئين فقط. الأول هو ما إذا كنا قد حددنا المزايا التي يمكننا أن نستغلها بحيث نرى الشباب في إفريقيا ليس فقط مجرد إحصائيات يريد الجميع أن يحسنها ويحسن فرص الاستثمار. والنقطة الثانية، ما إذا كان بإمكانك أن تفكر ما الذي يثير اهتمامك؟ أنت قد عملت مع الشباب ومع رواد الأعمال من الشباب حول القارة بقوة، ما هو أكثر شيء يثير اهتمامكم؟ ما هي أكثر فرصة في ريادة الأعمال أو أفضلها لدى الشباب الأفارقة التي تتمنى أن نستغلها؟ الرواد الشباب لابد أن يعطى لهم الأولوية، وهذا البرنامج يبين أن فخامة الرئيس رئيس مصر جمهورية مصر العربية أدرك أهمية دور الشباب، وهذا هو كما يجب أن يكون. الشباب كما يكون الشباب أفريقيا إن نجح ننجح. لذا أعتبر أنه شيء رائع أن القوة القيادة السياسية اهتمت بهذا الموضوع في هذه القارة، ولذا أشكر وأتوجه بالشكر للسادة رؤساء الحكومات والدول. أؤمن أن هناك ثلاثة أشياء لابد أن نعتني بها إذا أردنا للرواد أن ينجحوا. أولا سهولة والمناخ المناسب أو المواتي لعمل لقيام بالأعمال، لابد أن تكون هناك ظروف داعمة ومشجعة، وإلا لن يكون هناك مستقبل كبير. أو لابد من أيضا البنى التحتية والسياسات الجيدة وليس وعدم الإفراط في فرض الضرائب، وإلا سيستغرق الأمر سنوات طويلة. ليس هناك داعي لزيادة المشاكل. فشباب الأفارقة لديهم الأفكار ويريدون النجاح، لذا لابد أن نهيئ لهم المناخ. لابد أن ندرك أن العامل الديموغرافي مهم جدا. ما هو الوضع حاليا بالنسبة للريادة؟ إذا نظرت إلى مصر ومناطق أخرى قمت فيها بالاستثمارات، كيف تقيم
الأوضاع، وهل هم أهم الأفارقة جاهزون للتحديات التي أمام شركة الصحة بهدف ان احنا عندنا دور ايجابي في القطاع ونقدر نقدم خدمه صحيه متميزه. فاحنا حاليا بنبني سلسله مستشفيات ما بين المحافظات في مصر اللي هي تقدر تخدم الميد انكم سيجمنت او الطبقه المتوسطه في مصر. احنا بنستثمر اكتر في الاماكن اللي معظم الناس ما بتروحهاش، فاحنا مش موجودين في العاصمه قوي، بنروح الحتت في الدلتا في الصعيد اللي المستثمرين اللي بيجوا من بره او من داخل مصر عندهم نوع من القلق او مش متعودين يعملوا شغل هناك. حاليا عندنا خطه ان احنا نبني 1000 سرير في مصر على مستوى الجمهوريه ما بين الصعيد والدلتا واسكندريه وجزء بسيط في القاهره. اخر حاجه عملناها طورنا مجموعه معامل طبيه اصلا من اسكندريه، ودلوقتي حاليا هي من تعتبر رابع اكبر مجموعه معامل طبيه في مصر، والسنة اللي فاتت توسعنا للمغرب، وعندنا خطط إن شاء الله الفترة الجاية نكون موجودين في بعض الدول الأفريقية خاصة شرق أفريقيا. ده طبعا مجهود ده احنا مش لوحدينا، احنا في الآخر شركة إدارة، فبي عندنا مستثمرين من داخل مصر ومن خارج مصر، وفي الظروف اللي هي الحالية الموجودة في المنطقة بيبقى طبعا مش بسهولة ان احنا نعرف نجذب استثمار، بس في الآخر الحمد لله ربنا بيكرم وبنعرف نعمل كده. يعني السنة اللي فاتت جامعة هارفارد في أمريكا اختارتنا، احنا من 7 شركات في مصر اتعمل عليها بيزنس كيس أو بحث، وحاليا التجربة بتاعتنا بتدرس في جامعة هارفارد في أمريكا. التكريم والنجاح البسيط اللي احنا عملناه ده ما كانش ينفع غير وده كان نتاج ان احنا جزء من مجتمع رواد الاعمال في مصر او الايكو سيستم بتاع الانتربرينورشيب. المجتمع ده ان الناس كلها شغاله فيه بروح جامده جدا، الكل بيساند، كل واحد بيقوم بالدور بتاعه، من اول رواد الاعمال للمؤسسات اللي داعمه للاستثمار زي مؤسسه انديفر اللي كان اول رئيس مجلس اداره ليها كان المهندس نجيب ساويرس في مصر، لبرضو رايز اب اللي كان عندهم مؤتمر ناجح جدا الاسبوع اللي فات، لبعض المؤسسات العلميه زي الجامعه الامريكيه وشركات الاستثمار المباشر وشركات راس المال المخاطر الفي سيز والانجل انفسترز. بس كان دايما عندنا فجوه ما بين المجتمع رياده الاعمال والحكومه، ما كناش عارفين نتقابل مع بعض، كان اللغه اللي احنا بنتكلم بيها مختلفه. الكلام ده اختلف من اول لاخر فتره، وده يرجع بكل صراحة للقيادة الجديدة لوزارة الاستثمار والفريق الممتاز الموجود في الوزارة بيعرفوا يتكلموا. اللغة بتاعتنا، وابتدوا كمان ان هم مش مجرد بس يعني هم طبعا نزلوا قانون الاستثمار الجديد اللي كان فيه جزء بيساند ويدعم ريادة الأعمال في مصر، غير كده كمان أسسوا شركة رأس مال مخاطر اللي هي إيجيب فنشرز، وأسسوا كذا أكسليريتر في مصر إنهم يستثمروا في كذا شركة في مصر. إحنا كنا بنشوف دايما قبل كده إن مثلا تلاقي مستثمرين أو رواد أعمال صغيرين في جايين من أسوان يجوا لغاية القاهرة 12 ساعة بالقطر رايح جاي عشان يحاولوا يستفيدوا من التجربة اللي عندنا. اللي أنا شايفه الفترة الجاية من وجهة نظري إن المجتمع رياد الأعمال مع الشراكة مع الحكومة نحن نقدر ننقل اللي احنا بنعمله ده في القاهرة أو حتى في اسكندرية لمعظم المدن والمناطق الموجودة في مصر. ماذا تحقق في رواندا؟ وأيضا هل يمكن أن تتحدث عما سمعت في هذا المنتدى؟ ما الذي يحتاجه رواد الأعمال؟ في خلفنا هنا على الشاشة نجد هنا دفع رواد ريادة الأعمال في أفريقيا، ما الذي تحتاجونه حتى تستطيعون القيام بأعمال تجارية على مستوى القارة؟ وكما قال الرئيس السيسي يكون هذا الأمر دوليا. أنا اسمي جان موسكو زيمانا، وولدت لي أسرة محدودة الدخل، وعندما فكرت في شركتي كنت قد ولدت في هذه المنطقة بها غالبية عظمى من الناس ليس لديهم القدرة للوصول إلى غذاء نظيف ومياه نظيفة كحال معظم البلدان الإفريقية، وبالتالي بدأنا نفكر في كوتشاكو لتغطية الغذاء ولتغذية
الناس هناك، وفي هذه الأجواء كبرت في هذه الأجواء وبدأت أن أعمل في إعادة تدوير المخلفات وتقديم الطاقة الخضراء لهذه المناطق، وبالتالي قمنا بإجراء عدد من البحوث لمعرفة كيف يمكن استخدام المخلفات العضوية لتوفير حرق نظيف لهذه المخلفات، ويمكن استخدام هذه المخلفات كبديل مستدام ليوتشاكو، وأيضا تغيير التكلفة والاستفادة من استخدام هذه الأمور من الشباب، وأيضا أن يتم الحرق بشكل نظيف والاستفادة من إعادة التدوير. ومن ثم عندما كنا نقوم بذلك قمنا بدراسة العديد من التحديات، ولكن التحدي الرئيسي بالنسبة للشباب كان هو الثقة، فإذا لم يكن هناك ثقة من الصعب للغاية الحصول على تمويل، وبالتالي أن يكون هناك أيضا قيادة خاصة يترأسها سيادة الرئيس، ونحن نعرف أن هناك بيئة مواتية مقدمة للشباب ليكون لديهم القدرة لممارسة وللابتكار والاستفادة من الأفكار، وأيضا لأن يظهروا للجمهور كيف يمكنهم أن يكونوا قادرين على جذب التمويل. نحن نستطيع أن نعمم المبادرة حيث أنها وصلت إلى ما يعادل 1000 أسرة، وأيضا قمنا بتوفير حوالي 200 وظيفة عمل دائمة من خلال هذا المشروع، ونحن نعمل في أجزاء مختلفة من البلد وفي إفريقيا. نريد أن نغير القصة، نريد أن نغير آلية التعامل مع الشباب، نريد أن نرى كيف يمكن الاستفادة من قدرات الشباب والثقة في الشباب، وأيضا البحث عن مبادرات جديدة. الرئيس السيسي تحدث عن العديد من المبادرات هنا في مصر لدعم ريادة الأعمال، وبالنسبة لي هذه تعتبر مرآة للمبادرات التي نسعى إليها في رواندا. نحن لدينا مبادرات مماثلة مثل يوث كونكت أو ربط الشباب، هناك مبادرات عديدة لتحديد قدرات الشباب. هؤلاء الذين يقومون بالعديد من الجهود لتعزيز هذه المبادرة. إذا كنا ننظر في الخدمات المالية كمثال، من بين المعوقات للصغار رواد الأعمال هي جذب الاستثمار، لأن رواد الأعمال ليس لديهم التقارير المطلوبة ويحتاجون للإجابة على العديد من الأسئلة. كيف يمكن التفكير بشكل جماعي؟ كيف يمكن نغير مسألة الثقة؟ وهذه الثقة سوف يكون لها دور كبير في العالم أيضا، حتى يتسنى تخفيف المعاناة، وأيضا لتحقيق مزيد من النتائج وشراكات عديدة. هل هناك حل لمسألة الثقة؟ الثقة ما فيش قدامنا هنا في مجتمعاتنا اللي احنا بنتكلم عليها غير ان احنا يعني نسجل كاستراتيجية كإطار عام في تعاون في علاقتنا مع شبابنا ان يبقى في ثقة حقيقية متبادلة، او في ثقة على الاقل من الحكومة ومن القيادة تجاه شبابها. وده احنا من عدم كأساس نتكلم فيه مع بعض، لو انعدمت الثقة او انعدمت الاحساس بان الشباب هم زي ما قلت كده في البداية هم المستقبل والامل والطموح، وبالتالي لهم الحق علينا ان احنا نعطيهم الفرصة، والفرصة بتيجي من ضمنها ان يكون في ثقة. انا عايز اقول ان احنا هنا في مصر اتحنا لشباب مصر ولرجال الأعمال والمستثمرين، بنتكلم على الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مبلغ 200 مليار جنيه. صحيح في إجراءات بتتعمل، لكن الإجراء إن إحنا نتيح مبلغ في دولة ظروفها الاقتصادية صعبة 200 مليار جنيه بمعدل تقريبا 50 مليار جنيه كل سنة لصالح هذه المشروعات، أنا عايز أقول إن ده في حد ذاته ثقة. ان احنا نحط هذا الرقم لشبابنا نقوله ان انت متاح لك هذا التمويل بقروض بفوائد تعتبر محدودة جدا صغيرة جدا، انا بعتبر دي بداية تقديم الثقة من جانبنا لشبابنا في مصر. لكن كمان الثقة مش بس ان احنا نقول ان احنا نوفر التمويل، لكن احنا كمان نساهم في صياغة واعداد الشباب
وتقديم خريطة استثمارية ونعطيهم فرص، الفرص المتاحة في بلدنا عشان الثقة تبقى في محلها. لأن أنا ممكن النهاردة الشاب يبقى جاد وعنده إرادة ومستعد يشتغل، ولكن الفكرة اللي موجودة قد لا تكون قابلة للنجاح، يبقى أنا هفقده ثقته بنفسه وثقته في العمل. فإحنا كمان بنقدم بالإضافة لكده مش بس التمويل، ولكن بندي خريطة استثمارية عن الفرص اللي ممكن شبابنا هنا، أنا بتكلم على مصر، ممكن إن هو يشتغل ويجد فرصة فيها حقيقية لممارسة عمل ينجح فيه. بالإضافة لكده طبعا لابد إن إحنا بالإضافة للفرص أو الخريطة الاستثمارية اللي بنتكلم عليها أو الفرص اللي إحنا بنقدمها لشبابنا، إن إحنا كمان نتيح له التدريب والتأهيل، وكمان يمكن دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشاريع. أنا بعتبر إن ده جزء من الثقة. الثقة مش عبارة، مش عملية معنوية بين القيادة وبين شبابها، لا، الثقة هي إجراءات بتتم عشان ننجح الثقة ديت وعشان يكون لها يعني عائد حقيقي لدى شبابنا أو لدى اللي لديهم أفكار، اللي لديهم إرادة، اللي هم عايزين يغاروا واقعهم، يغاروا ويبنوا مستقبلهم بشكل أفضل. يبقى احنا كمان لابد من كدولة، انا بتكلم وكمجتمع، اذا كنا بنتكلم عن المجتمع الافريقي كدول، ان هم اذا كنا بنتكلم عن بناء الثقة هو اجراءات من جانب، اجراءات مشتركة بين المستثمر الصغير او الشاب اللي طامح في ان هو يعمل عمل، وبين القيادة انها توفر اليات الثقة، اليات الثقة اللي هي المشاريع وفرص الاستثمار، التمويل اللازم بفائدة بسيطة جدا، وإن أمكن بدون فائدة أكتر يبقى ده أمر رائع. ثم كمان الخريطة الاستثمارية، ثم التدريب والتأهيل ودراسات الجدوى وما إلى ذلك. إن ما كناش هنعمل كده يبقى أنا أتصور إن إحنا النتائج اللي هنتحقق هتبقى نتائج متواضعة مع اللي هتبقى على عكس طموحات شبابنا. الشباب دايما عنده طموح كبير، فلما كناش نديله على قد هذا الطموح إحنا كده بنحجم ونلجم طاقاته وقدراته، ويمكن تكون في النهاية النتيجة مش، قد يكون فيها شيء من الإحباط، وده مش مطلوب إن إحنا نوصل. عايز أقول لكم بما إن إحنا موجودين كلنا هنا مع بعض على تجربة إحنا بنحاول نطبقها في مصر. إحنا اتكلمنا عن الثقة واتكلمنا على الإتاحة، إتاحة الفرصة للشباب، ولكن عايز أقول إن المسار ده لما بيجي ينزل من التطبيق النظري إلى التطبيق العملي ويبتدي الشباب تتحرك عشان تجد فرصة حقيقية للاستثمار أو إن هي تبقى تدخل هذا المجال، مجال ريادة الأعمال، وتنجح فيه، بيتقابلها تحديات كثيرة جدا. وبالتالي إحنا كان لنا مقاربة مختلفة، واسمحوا لي إن إحنا نكلمكم عنها. إحنا في مصر لما لقينا إن إحنا عندنا في مصر هنا 65 مليون أو أقل شوية تحت سن 40، وعندنا ملايين من الشباب عايزة فرص عمل وعايزة تشتغل وعندها أمل في غد أفضل. وبالتالي لو احنا انا قلت على بعض الاجراءات اللي احنا عملناها، لكن انا اسمحوا لي ان انا اقول لكم اللي احنا يعني اتكلم بشكل اشمل عن الاجراءات اللي احنا متحركين فيها يمكن تكون نافعه لمن يسمعوننا، سواء في من اللي موجودين، شبابنا اللي موجود، او حتى من المسؤولين اللي موجودين حاضرين هذا المؤتمر. احنا لما لقينا ان المسار هيكون طويل وممكن العقبات اللي موجوده أي شاب وهو متحرك فيها يجد نفسه مش قادر يستكمل ويفشل، وهو زي ما قال جون إن الفايدة تبقى 15 أو 10% أو حتى أقل من كده، هي بالنسبة له يعني سيف على رقبته، لأنه هو في التزام، عايز ينجح وعايز يسدد القرض اللي خده وعايز يسدد خدمة هذا القرض. احنا على كل حال فيما يخص القرض احنا حاولنا نكون يعني اقل ممكن زي ما اقول 5%، ولو كنا نقدر نخليه صفر كنا خلينا صفر عشان ما نحملش الشاب اكتر من كده. لكن احنا كنا حريصين على ان احنا نعمل فرص حقيقيه للشباب. انا هقول كلام انا رتبته كده عشان اتحدث عنه، وعايز اقول ايه، احنا قلنا ان احنا هنجهز مناطق صناعيه بشكل مختلف عن الأشكال اللي كانت بتقدم قبل كده. في مصر كانت المناطق الصناعية بتعطى لمطورين صناعيين، المطور ياخد ويبتدي يطرح هذه الأراضي للمشاريع المختلفة أي مكان حجمها، صغيرة متناهية الصغر أو متوسطة، ثم يبتدي يتحرك فيها. الموضوع ده كان بياخد
تقريبا من 3-4 ويمكن اكتر من كده كمان كعدد سنين. احنا قلنا لا احنا هنختصر الموضوع ده وهنبتدي نعمل مناطق صناعيه نجهزها وحطينا فيها المشروعات اللي فيها فرصه في مصر. مصر دوله فيها 100 مليون، حجم السوق اللي موجود فيها لو تم تلبيته في كل مطالبه انا اتصور ان احنا هنعطي فرص عمل لكل شبابنا بمنتهى التواضع، فرص عمل لكل شباب ان هم يقدموا لل100 مليون احتياجاتهم. فاحنا اتكلمنا على مدينه للاساس، ودي احنا دي فرص موجوده في مصر. اتكلمنا عن مدينه لصناعه الجلود في مصر، ودي فرص موجودة في مصر. اتكلمنا عن مدينة لصناعة السجاد في مصر، ودي فرص موجودة في مصر. اتكلمنا عن مدينة لصناعة المنسوجات. اللي أنا بتكلم فيه ده احنا شغالين فيه دلوقتي في مصر، شغالين فيه عشان نتيحه بأن احنا يعني نختصر الإجراءات اللي الشاب بيتقدم فيها عشان يشتغل، بدل ما يبدأ المشوار الأول أنا بقول له تعالى ادخل يمكن في الربع الأخير بس، اللي هو جهدك وإرادتك في العمل، لكن انا قطعت بيك المشوار اللي انت كنت هتقضي فيه وقت كبير في انك تدرس مشروع ثم تتحرك عليه ثم تشوف التمويل بتاعه والقصه اللي احنا عارفينها. لا احنا قلنا لا احنا هنعمل حضانات صناعيه وحضانات زراعيه. لما جينا قلنا اتحنا 1.5 مليون فدان في مصر هنا، كنا حريصين على ان احنا الشاب كان قبل كده عشان ياخد الارض الزراعيه ياخد ارض وبعدين يخش هو في برنامج طويل قوي عشان يقدر يزرع منها. احنا قلنا لا احنا هنعمل له هنجهز له الارض وهنجهز له البير الميه اللي هو مطلوب للزراعه، ثم نحط له كمان الادوات او اللي هي النظم الري الحديثه اللي تساعد على كده، بحيث ان يبقى ان هو كل المطلوب منه فقط في المرحله ديت اذا كان هو مستعد ونجهزه وندربه على الزراعة يدخل ياخد الأرض الزراعية هو مجموعة من زمايله أصدقاء يتفاهموا مع بعضهم ويبتدوا يشتغلوا على طول. يبقى أنا هنا الثقة اللي اديتهاله مش ثقة معنوية أنا بقول أنا بثق فيك واخد فلوس، لا الثقة اللي أنا بتكلم فيها أنا بقول له تعالى أنا بعطيك فرص حقيقية للنجاح إذا كنت أنت تبغي أن تعمل وتجتهد. لا فرص نجاحك انا بزودها بنسبه 80-90% على ما اعتقد. الكلام ده انا زي ما بقول ان احنا عملناه لما اتحنا مناطق صناعيه كثيره، ثم دخلنا جوه المناطق الصناعيه وقلنا ان احنا هنجهز المناطق دي بالصناعات المختلفه اللي ممكن تكون لها فرص نجاح نتيجه حاجه السوق المصري لها في مصر. لا احنا بنتكلم هيبقى نجاحه هنا بالاجراءات اللي انا اتكلمت عليها ديت، اللي هو ان يبقى في مكان ومكان مجهز. وفكرنا لولا ان انا لقيت ان المسؤولين تحسبوا من ذلك، ان احنا فكرنا ان احنا نجيب حتى المعدات، يعني ان انا دي معده خاصه بالجلود ان انا اعمل له مكان اصغر من كده شويه في معدات الجلود المطلوبه وادربه لو كان هو محتاج تدريب واقول له ادخل ثم ابتدي اجهز له الأسواق وأعمل له الحملات الإعلامية المطلوبة وأعمل له الإجراءات الحماية المطلوبة والإجراءات التحفيزية المطلوبة ثم الإعلام لتغطية نشاطه وتحفيزه وفي الآخر اللي هو استمرار التواصل معه. والموضوع اللي أنا بتكلم فيه ده التواصل معهم مش التواصل مع الرئيس، وأنا بكلم زمايلي اللي موجودين هنا، التواصل ده تواصل دولة مع شعبها. إن قدرت تنجح في ده هننجح في الموضوع، ويبقى الأمل والثقة اللي الشباب المتبادلة بين الشباب وبين القيادة بتاعتها في محله. لو ما حصلش كده يبقى إحنا كدولة إحنا كقيادة أخفقنا في التواصل، أخفقنا في زراعة الأمل في شبابنا. شكرا. أنت تحدثت عن 80% نسبة نجاح كما تعلم، فالرئيس كدامي السيد لملو نحن عندما نتحدث عن الأعمال الجديدة فهذه نسبة كبيرة بشكل استثنائي بالنسبة للأهداف الملموسة، نجاح بنسبة 80% هذه نسبة كبيرة. بالتالي شكرا جزيلا على هذه المساهمة سيادة الرئيس، وننتقل إلى التعليق الأخير للسيدة الرئيسة كدامي.
أود أن أتحدث عن مسألة الثقة التي أثارها توني وجوني عفوا، وأود أن أقول بأن ربما بشكل إيجابي هذه النقطة مثيرة للاهتمام. أنا لا أريد أن أتحدث عن الثقة من نقطة واحدة، فالثقة لا تحدث، الثقة تخلق وتصطنع. كل الأطراف لديها ما تقوم به من أجل الوصول إلى الثقة من جانب الحكومة وصناع السياسات. سيادة الرئيس، تعليق أخير من سيادتكم بشأن هذه المحادثات، كيف ترى مسألة توجيه ودفع ريادة الأعمال في أفريقيا؟ زملائي اللي موجودين معانا هنا على المنصة وكل الشباب اللي اتكلم الكلام الجميل ده، وكمان المشاهدين والحضور اللي موجود في القاعة، أنا بس عايز أقول للشباب اللي موجود والشباب القارة الأفريقية زي ما قال الرئيس كيجالي ما عندهاش مشكلة في الموارد الطبيعية ولا حتى في الموارد البشرية اللازمة للتنمية والتطور خالص، ما عندهاش أي مشكلة في ده. لكن أنا أتصور، وأنا كنت بقول الكلام ده بقالي سنتين وبكرره، بقول لو في شبكة طرق وشبكة سكة حديد تربط بين القارة أو دول القارة بعضها في بعض، القارة الإفريقية، أنا بقول الكلام ده للشباب اللي قاعد عشان يبقى حلمهم ده مش على قد حلمهم إن هم فقط ينجحوا كشباب لريادة الأعمال. إذا كنتم عايزين حقيقة بلدنا تتغير، بلدنا كلنا تتغير، لابد ان احنا نتصل او نصل بعضنا البعض بشبكة طرق وشبكة سكة حديد حقيقية. ده لو حصل انا بحاول اخلي الكلام اللي انا بقوله يبقى مفيد لينا كلنا. لو حصل بقول لكم تتغير القارة بما لديها دلوقتي من إمكانيات، بما لديها دلوقتي من موارد، حتى بدون استثمارات ضخمة، لو اتعملت الشبكة دي وبقينا نقدر نتصل ببعضنا البعض، أنا أقدر أركب قطار وروح رواندا أو موزمبيق أو السنغال سواء كان بالطريق البري أو السكة الحديد. أنا بقول لكم الدنيا تتغير في خلال 10 سنوات والقارة الأفريقية هتبقى ليها شكل تاني مختلف، مش بس كشباب هفضل أكرر ده كل ما ألتقي بأصدقائي الرؤساء الأفارقة وكل ما ألتقي بمجتمع أفريقي يقدر يسمع مني. إذا كنتوا عايزين تغيروا وجه القارة مش وجهكم انتوا بس كشاب يقدر يعمل مشروع وينجح فيه، لا، الدول بتاعتنا تتغير لحاجة عظيمة جدا جدا من غير إجراءات كتيرة ضخمة. الشبكة دي شبكة الطرق وشبكة السكة الحديد، ونحن نتجاوز أي شكل من أشكال الخلافات بيننا ونتجاوز أي حاجة تانية، ويبقى أملنا بس إن احنا نتعاون فيما بيننا، نضع أيدينا في أيدي بعض ونفكر بعيد عن أي خلاف. لو قدرنا نعمل ده على الأقل في الدول اللي فيها استقرار نسبي ممكن نبدأ بيها، ثم بعد كده يتم التواصل اللي بعده. آخر حاجة عايز أقولها للشباب اللي موجود، أنا بقول لكم يا شباب العالم الأفريقي كله، أنتم الأمل، أنتم المستقبل، أنتم الطموح، لا تيأسوا أبدا. زي ما قال فخامة الرئيس، كرر المحاولة مرة واثنين وثلاثة. وبقول بقى كمان للقادة الأفارقة والحكومات، عليكم مسؤولية تجاه بلادكم وتجاه شبابكم حتى لا يكونش مصيرهم أبدا مصير صعب، سواء بقى في هجرة يتعرضوا فيها للأذى أو لأي حاجة تانية. شكرا جزيلا.